98 في خروج القائد من سوريا. كان لدى القائد طريقين للذهاب، اما الجبال او اوروبا. وكما يقول القائد في وقتها، اذا اتجهت الى الجبال كانت ستندفع عن الحرب اكثر، وفي مناطق الجريلا ستضعف امكانيات النضال. ولهذا اتجه القائد ابو الى اوروبا لاجل سير ورفع مستوى النضال السياسي اكثر. وكما يقول القائد ابو، بسبب صداقه نادره ورفقه مزيفه، تم القبض على القائد ابو في 15 فبراير 1999 في كينيا. وكما ادعوا بعض الدول ان من الخوف انهم يستفيدوا القائد لديهم، وهذه كانت اكبر كذبه لديهم. تم توفيق القائد فقط حتى ولاده كان حين ممنوع في السجن. رغم كل هذه المصاعب والتعذيب، اوصل النضال هو الفلسفه الادبيه وخلق حياه جديده وحره. حياه المراه بتصير واحده، اذا المراه ما في الحياه كمان بتتفضل. مشان هيك قال اول شيء اسس من الحزب العمال الكردستاني، اسس المراه على طريق المراه المقاومه والانتصار بدأت. الثوره ما كنا نعرف شيء، بس انا الحمد لله كمان شفت الدول كلها تقامت على القائد عبد الله ابو جلال، ما تريد تصل فكره مثلا لدولهم. يعني الشخص عادي ما يقدر يقعد لحاله بين غرفة صغيرة وفيها 24 ساعة رطوبة، ما يقدر يعيش فيها 24 ساعة. من أجل القضاء عليهم، ومن الجهة الأخرى ينادون ضد مفهوم السلطة الذكورية وبالتالي تقدم الثورة. نحن نعلم أن الموضوع الضروري وهو تحلل المشكلة لا الضرر والانقطاع من أجل تطوير مستوى الوعي الذي وصلت إليه المرأة.